السلام عليكم أصدقائنا الأعزاء. اليوم تمر الذكرى 101 للإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الأرمني على يد السلطات العثمانية. وفي هذا اليوم من كل عام يقوم مئات الآلاف من أبناء القومية الأرمنية ومن السواح من كافة الجنسيات والأديان بزيارة هذا النصر ووضع زهور على النصر تخليدا للضحايا. نحن الآن قرب نصب الإبادة الجماعية جزيرة كابيرت اللي هو قلعة السنونو. في مثل هذا اليوم قبل 101 عام تم إبادة 1,500,000 أرمني بريء، ولم يكتفوا بإبادة الأرمن بل تعدى همجيتهم إلى قتل 1,000,000 من اليونانيون، إضافة إلى 750,000 من الآشوريون. ولم يكتفوا بهذه الأعداد، وقاموا بقتل 500,000 من اليزيديين. اليوم تمر الذكرى 101، نشوف الحشود من الصبح لحد الآن مستمرين بزيارة النصب هذا، لذلك يجب ليس فقط الأرمن أن يداعوا حكومات العالم بإدانة الحكومة التركية، لأن مجموع ما قتلوا يقارب 4 ملايين شخص، وتم تهجير 10 ملايين من الأرمن والآشوريون واليزيد والأكراد واليونانيون. لنرفع أصواتنا عاليا ليصل إلى الحكومات الكبرى للاعتراف، للضغط على الحكومة التركية بالاعتراف رسميا أمام العالم بالجريمة الشنعة التي ارتكبوها ضد البشرية. جان سے کہیں کو منتے غاز آتا جان سے کہیں کو 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 جان سے کہیں